بداية مشاهدينا رح نتوقف عند أهم المسلسلات الرمضانية يلي عم بتصير الجدل على منصات التواصل. أول المسلسل الكويتي الكون في كفة، أثار مشهد من حلقة مسلسل كون في كفة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسليط الضوء على قضية ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي التفاصيل رزقت الشخصية يلي عم بيأديها الممثل محمود بوشهري بطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبدا عليه في المشهد الانزعاج وعدم السعادة بالطفل. هالشي ما توقف عنده كمان، حتى الشخصيات الثانية الموجودة بالمسلسل انهارت بالبكاء بعد ولادة هالطفل. الرد على هذا المشهد كان قوي، خصوصا بعد مشاركة زينب الخالدي وهي فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حكت بفيديو عن مشاعرها وأحاسيسها للجمهور. خلونا نتابع الفيديو. السلام عليكم، اشتقتولي صح؟ اليوم أنا جاية أتكلم عن مسلسل كان في كفة لما يبلغونهم أن ياهم طفل معاق. ردة فعلهم كانت وايد مبالغ فيها، حتى محمود بشهر قام لا يأكل ولا يشرب. إحنا المعاقين نعمة من الله، صح ما عندي ريل بس عندي قلب كبير أحبكم كلكم. اليوم أنا جاية أسألكم سؤال، أنت أو أنتي لو ياك طفل معاق هل راح تقول الحمد لله أو راح تسوي مثله؟ كنت أحرص أني أتابع المسلسل كل يوم، بس الحين صرت ما أحب أتابعه. بنتكم زينب الخالدي، أنقلوا شيء حلو على المعاقين يا يدافع. عبير كانت أول من علقت وقالت أحس عادي بالمسلسل يسلطون الضوء على الناس يلي تزعل إذا جاها ولد أو طفل بشكل عام من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا الشيء موجود. أيضا في عندي مريم يلي عم بتعلق وتقول يا ربي بالمسلسل يمثلون شخصية حقيقية بالمجتمع. في ناس بتتضايق من هالشيء، ليه هالانتقادات وتكبير المواضيع؟ مو معقولة يعني عايشين بمجتمع وردي. أيضا نورة عبد الله علقت وقالت لأن هذا الواقع بعيد عن كل المثاليات، كل شخص في البداية معرض لصدمة وبيزعل إذا عرف أنه ابنه عم بيعاني من مرض أو عنده نوع من الإعاقة، بيفكر كيف بتكون حياته ومستقبله، كيف عم بيقدم له الرعاية والاهتمام، وكل هذا الشيء في دائرة الحب والخوف عليه. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل ينقذ حبيبته أثناء خوضها شجار مع فتاتين على طريقة الأبطال بطريقة شجاعة، وبنفس الوقت كانت مضحكة للمشاهدين. انتابع الفيديو. Come on! Come on!